صادق الجريف امبارح لعب مباراة كبيرة جدا كبيرة جدا جدا. يعني انا لولا بس غلطة الهدف اللي هو شروط ذهني دفاعي في التمركز، لولا الغلطة دي ما منه هو براو تنظيم دفاعي كامل يحسب عليه انه هو مدافع. هو حتة الهدف ده كابتن هيثم ممكن نحكي كثير ناقشناه كثير، هي شروط ذهني للتمركز تماما وضحت في كثير من مباريات المنتخب. يعني بنكون موجودين لكن التمركز ما بيكون صحيح. احنا عندنا إشكالية في اول شيء عدم فهم في الكرات الثابته، عدم فهم انك تغطي مان تو مان، في اشكاليه زي دي، لانه انت لو لاحظت جاب الهدف ده منه، ده الظهير الايسر للمنتخب المصري، وكان ممكن اللي كان معاه هو اللاعب ممكن زرقة. ايوه ما هو زرقة بس كان متاخر منه. حتى ما انا بقول شنو التنظيم الدفاعي ليه ما بنذكر كمهاجم ولا مدافع، لا بشكل الدفاع كيف شكله لما تكون عليك هجمه او تكون عليك ضربه ثابته. احنا تمركزنا في الضربات الثابته استاذ طارق، فاول، ضربه ركنيه، عندنا مشكله كبيره في فهم مان تو مان. مان تو مان ده انت ما بتسرح من الزول اللي انت وقفت معه، يعني انت لو رقم اثنين خلاص شاورت انه انت حتشيله، ما 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 حته ما يمشي انت وراه، يعني لو جاء جنبك زول ثاني مثلا ماشي برا انت ما عليك بيه. احنا دي ما بنقدر نفهمها. ما انت ما عندي بتحلك من حاجات كثيره جدا، بتحلك من انه اي لاعب حتى يلعب الكره مرتاح. امبارح الظهير ده جاب الكره هو مرتاح جدا، هو مرتاح، هو لو معه اي مضايقه ما بيلعب الكره بالطريقه دي. فاحنا نبعد من الحته دي، نرجع نقول الصادق الجريف لعب مباراه كبيره فقط. يعني الكرت اللي اخذه انا اعتقد يعني هو يستحق الكرت صراحه، يعني ليه؟ لانه رجله شويه طلعت على ساق المهاجم المصري، لكن في العموم الصادق الجريف كان بديل اكثر من ناجح. انا اقول لكم كلام يمكن لعب احسن من صلاح نمر ذاته، يعني لما صلاح نمر في ناس كثيره قالت لا حقيقه.